نسمع حديث الباب. حدثنا حجاج حدثنا شعبة حاء وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا شبابة حدثنا شعبة حدثنا أبو عمران قال سمعت طلحة بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. هذا الحديث لا يتكلم عن الشفعة، وإنما يتكلم عن ماذا؟ عن الهبة. إيش هبة إيش؟ حق الجار من تقدم، من حق الجيران بالهبة والهدية؟ طب ما صلت هذا بالشفعة؟ ما صلت هذا بالشفعة؟ من باب أن أقرب الجار هو أولى بالهدية، فالجار الأقرب أولى بالشفعة. أحسنت، فهذا من باب الأشباه والنظائر، هذا من باب الأشباه والنظائر. أي أنك، احنا لم نقف على نص، والفقه قائم على نصوص، والنصوص هي بمثابة قواعد، لكن لا يشترط لكل حكم أن يأتي نص صريح، لأن النصوص هي قواعد، فالقاعدة ينبني عليها عشرات مئات ألوف المسائل. فهنا الإمام البخاري جاءك بأحق الجيران بالهبة وأحق الجيران بالهدية، فأحق الجيران بالهبة وبالهدية أقربهم منك منزلة، فبالتالي كما أن أحق الجيران منك منزلا هو أحق الناس بالهدية منك، فكذلك أقرب الناس إليك في السكنة هو أحقهم بالشفعة. كلام موزون وهو يتلاقى، وهذا ما يسمى بالأشباه والنظائر، لا يسمى القياس. القياس إلحاق فرع بأصل، لا، هذا شبيه، هو يتكلم عن الأشباه. نعم الأشباه والنظائر لها صلة بالقياس، لكنها ليست قياسا صرفا، وإنما هي تدل على إلحاق الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير. فهذا هو صنيع الإمام البخاري هنا.